هاي ازيكم، انا كابتن شيماء بيرسونال ترينر بسماش سبورتنج كلاب. جاي النهارده اقول لكم على شويه تمارين بسيطه نقدر نعملها في البيت او في اي مكان من غير اي ادوات ومن غير ما نحتاج ان احنا نروح للجيم. اول تمرين معانا الستيب، لو ما عندناش في البيت ممكن نعمله على سلمه او كرسي. اول حاجه هطلع ظهري مفروش ورجلي 90 درجه وانزل، اتاكد ان انا بطني مشدوده لجوه. لو مش هقدر اعمله هطلع ستيب اب وانزل. تاني تمرين معايا هو شولدر تاب، ده بيشتغل على الابر بادي وبيقوي عضلات كتفنا وبطننا. اول حاجه هتاكد ان ايدي تحت كتفي وظهري مفروش وهلمس كتفي. لو مش هعرف اعمله هعمله على ركبتي، ظهري مفروش ايدي تحت كتفي والمس. تالت تمرين معايا هو تراي ديبس، ده بشتغل على الترايسبس. اول حاجه ايدي جنبي وهنزل بالشكل ده. لو عايزه صعب التمرين شويه هقفل رجلي لقدام. رابع تمرين معايا هنعمل ترانزيشن اكسرسايز، ده بيشتغل على الابر بادي ومنطقه الكور. هعمل هاي بلانك وبعدين هنزل لو، هنزل مره باليمين ومره بالشمال، خمس تكرارات يمين وخمس تكرارات شمال. خلصنا التمارين، شوية تمارين سهلة وبسيطة ممكن نعملها في أي مكان. لو عندنا أي سؤال ممكن نكتبه في الكومنت أو نبعت على الدي ام.